السلام عليكم، أنا محمد رفيق، أنا عمر 40، أنا في الهندي، أنا افتح دكان تقريبا 5 سنة، أنا يجي تقريبا يعني 2005 يجي. وشو خدمات ما أنت يقدم شركة مال أنت؟ مال هذا تصلي يعني maintenance يعني electrical plumbing. وهذا كم الحين كم سنة صار أنت فتح شركة؟ يعني 5 سنة في كهرباء، في يعني maintenance مال كهرباء، ركب جديد يعني ليتات ترتيب مال WC هذا ترتيب يعني في شيء. هذا كامل. إيه. أوكي. شو منو أخو أو فريندز أو صديق مال أنت يسوي مساعدة مال أنت داخل هذا الكامباني؟ بس أنا في مال بلاد مال أنا في يعني في صديق. وفي مني اول شكل جميرة وفي معك يعني موجود. هذا موجود سواء انت داخل الشركة؟ اي سواء موجود شركة. الحمد لله مني كل زين يعني في سيكوريتي بعد في سبب مساعدة بيزنس كله زين الحمد لله مني. ما في خوف؟ لا ما في خوف مني الحمد لله بأحسن مال مني ميلادكم مال. محل مفتوح ما في مشكلة؟ لا ما في مشكلة أنا. ما في مشكلة الحمد لله مني زين. هذا عبد الله ميد، انا في سبورت بس انا اول يجي مني هو سبورت كلهم بس. شكرا عبد الله ميد.